ونبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حكم قاض اتحادي في نيويورك بالسجن 40 عاما على أمريكي من أصل لبناني بعد إدانته في أيار مايو بالتورط في التحضير لاعتداءات لمصلحة حزب الله. وقال المدعي الاتحادي في مانهاتن جيفري بيرمان في بيان إن منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله جندت علي كوراني ودربته وأرسلته للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة نيويورك. وأضاف أنه بعد سنوات قضاها في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبانٍ فيدرالية ومطارات دولية وحتى دور الحضانة، أصبح الآن أول عميل للمنظمة تتم إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة. وإثر محاكمة استمرت 8 أيام، أدين كوراني المبالغ من العمر 35 عاما في أيار مايو بثماني تهم موجهة ضده، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد. وخضع كوراني وفق المصدر نفسه لتدريبات عدة داخل معسكرات لحزب الله في لبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في الحزب الشيعي المدعوم من إيران.